سموه العالمي وأطلقوا عليه فيلسوف الكرة الطايرة علشان كان عبقري سواء وهو لاعب أو مدرب. أما في العمل الإداري والمناصب الدولية فحدث ولا حرج. كابتن عبد الحميد الوسيمي واحد من رموز وأيقونات الكرة الطايرة في نادي الزمالك ومنتخب مصر، علشان كده استحق أن يكون بطل قصتنا في ملوك الصلاة. عبد الحميد الوسيمي اللي اتولد في شهر فبراير سنة 1956 وابتدى مشواره مع الكرة الطايرة في نادي هليوليدو، وكان موهوب بالفطرة، وبعدها انضم للزمالك علشان تبتدي حكايته مع الإنجازات والألقاب في قلعة البطولات. الوسيمي كان واحد من نجوم جيل العظماء في كرة الطايرة الزملكاوية اللي حقق لفرسان 100 عقبة أول بطولة إفريقية سنة 1984، واللي بعدها سيطر على الألقاب المحلية والإفريقية علشان تبقى كرة الطايرة الزملكاوية ضيف دايم على منصات التتويج. العالمي خاض كمان تجارب احتراف مميزة خارج مصر في أندية أبو ظبي والعين بدولة الإمارات وباير ليفركوزن الألماني، ولعب كمان لفريق مصر للطيران، ده غير مشاركاته الكتير مع منتخب مصر. عبد الحميد الوسيمي حصل على عدد من الأوسمة الرياضية مع رؤساء الجمهورية السابقين علشان كان واحد من الأساطير اللي حققوا كل الميداليات الذهبية والفوز بالبطولات في المشاركات الإفريقية والعربية مع المنتخبات الوطنية في الفترة من عام 1975 لحد سنة 1985، وكمان كان واحد من نجوم فراعنة الكرة الطايرة في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984. وبعد مشوار مليان بالإنجازات والبطولات مع نادي الزمالك ومنتخب مصر والتجارب الاحترافية، قرر عبد الحميد الوسيمي الاعتزال، لكن ما سابش معشوقته الكرة الطايرة واتجه للتدريب ودرب عدد كبير من المنتخبات والأندية، منها هليوبلس والشمس في مصر ولها في ميونخ وباير ليفركوزن في ألمانيا والجزيرة الإماراتي. وكمان كان المدير الفني لفريق مصر للطيران في الفترة الذهبية من سنة 1992 لحد 2004. مش بس مدرب للأندية، ده كمان تولى منصب المدير الفني لعدد كبير من المنتخبات وحقق إنجازات وطفرة كبيرة جدا فيها، منها منتخبات مصر والبحرين والهند وجنوب إفريقيا والأردن. سموه الفيلسوف لأنه تخرج من كلية الأداب جامعة عين شمس قسم الدراسات الفلسفية، علشان كده كان عبقري مش بيسيب حاجة للصدفة، وأخذ دورات ورخص تدريب كتير جدا، وكان محاضر دولي في عدد كبير من الدول الأوروبية وجميع أنحاء العالم. وفي العامل الإداري الوسيمي واحد من أصحاب الخبرات والكوادر الإدارية المميزة، وتولى منصب نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطايرة في الفترة من 2017 لحد 2019، وكمان عضو مجلس إدارة ومشرف على العمل الفني بالاتحاد المصري من 2012 لحد 2014، ورئيس لجنة المدربين بالاتحاد الإفريقي وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولي ومحاضر دولي باللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي من سنة 1992 لحد 2016، وخبير في برامج المنتخبات في إفريقيا وأسيا، ومدير دورات إعداد الكوادر في عدد من الدول الكبرى في أوروبا. عبد الحميد الوسيمي كان وما زال واحد من رموز وأساطير الكرة الطايرة في نادي الزمالك ومصر، وأيقونة تاريخية للعبة على الصعيد المحلي والعالمي، وبطل من الأبطال التاريخيين في ألعاب الصالات.